ماشي حديثنا لسه مستمر مع كابتن احمد سلامه. يعني في ملفات كتيره جدا، معلش بقى نتكلم في اللي احنا كنا بنقوله في الفاصل. ايوه. ربع مليار دولار، هل ممكن حد يرفض هذا المبلغ؟ لا طبعا مبلغ كبير يعني، بس طبعا عقليه اللي بيتم عرض المبلغ ده عليه، ويورو كمان مش دولار، خلينا نقول يعني عقليه اللي بيتعرض عليه المبلغ ده عقلية مختلفة تماما. يعني هو احنا راجل طبعا بنتكلم على محمد صلاح اكيد طبعا، والعرض من طبعا الدوري السعودي اللي كان معانا خبر النهارده انا وكريم، واتحسم هذا الموضوع من وكيل اعماله، قال لك احنا لن نقبل حاليا يعني الانتقال للدوري السعودي، احنا مكملين. فبس يعني برضو في وقفة لازم اكيد الناس مقسومة نصين في مسألة الكلام اللي كتر في الفترة الأخيرة على انتقال محمد صلاح للدوري، وخصوصا بعد الأرقام الفلكية اللي بتتقال. الناس نصين، نص منهم شايف إن صلاح لا راسي وتقيل وحاطط في دماغه خطه معينه وماشي عليها، ومش مش هيسيل لعابه انجاز التعبير لاي اغراءات مهما كانت. وناس ثانيه وجهه نظر، الواحد منهم بيبقى عايز يمسك محمد صلاح يرجه كده فوق صلاح، الرقم ده مش هيجي تاني. فاهم قصدي؟ فانت شايف ايه في الموضوع ده؟ والله يعني هو المينتاليتي، يعني هو يمكن قالها محمد صلاح قبل كده، قال المينتاليتي بيفرق، العقليه عند اللاعب بتفرق جدا جدا. في لعيب يعني هو دلوقتي برضه في نادي كبير جدا بيحقق انجازات كبيره جدا، النواحي الماليه مش ضعيفه بالنسبه لمحمد صلاح في ليفربول، يعني في حاجات معوضاه لما تيجي تحسبها عمليه بالانس او عمليه توازن، هتلاقي اللي محمد صلاح فيه ك ك كنجوميه وكشهره وكدعم من كل الناس في انجلترا او في العالم كله، ان هو في مكانه كبيره، هو مش عايز ينزل على المكانه دي دلوقتي. لو حسبتها برؤيتك او بنظره التوازن، طب بنظره الوقت اللي فاضل لصلاح في الملاعب عموما قد ايه؟ لو استمر في ليفربول هيحصل ايه في الاخر بالمقارنه باللي هيحصله لو راح الدوري السعودي؟ اوكي تمام، يعني هو مش حاسبها ماديا بس، هو حاسبها ان انا عندي تارجت معين كارقام وكقياسات عايز اوصل لها، انا خلاص قربت ان انا اكون اسطوره من اساطير العالم، يعني على مدار التاريخ. فده بفلوس لوحده، او ده لوحده بقيمه، يعني هو فيما بعد سنين طويله ويذكر اسم محمد صلاح ان هو في حد قرب من ارقامه او حد تخطى ارقامه او حتى ساوى ارقامه، فدي لوحدها بمبالغ كبيره جدا جدا، او بحاجه يعني بتفضل في الذاكره طول الوقت. فمحمد صلاح عنده المينتاليتي بيفرق جدا في حته ان انت طب انا بص على الفلوس. الحمد لله محمد صلاح يعتبر عامل فلوس كبيره جدا جدا يعني الفتره اللي فاتت، ومن افضل الارقام الماليه اللي موجوده. او بس هو رد مدير اعماله برضو ايه، مسك فيه العصايه بالنص، قال لك الموسم ده احنا مش بنفكر، بس صلاح منفتح على العرض ومستني لما يشوف نتيجه التجربه ايه وبعدها يقرر العام المقبل. ده اللي انا بتكلم فيه، ان انت ممكن في الوقت الحالي ما يقدرش يبص، او مش حابب ان انا ابص دلوقتي، لان انا شايف ان انا قادر اشتغل في الدوري الانجليزي او في اوروبا اكتر، يعني لمده اطول، وما فيهاش مشكله خالص. انت كده كده العرض ده هيفضل يستمر، وبالعكس ده ممكن يتزايد الفتره اللي جايه كمان، يعني ممكن يتزايد الفتره اللي جايه، مع ان انت بتلح ان انت عايز تجيب محمد صلاح وهو بيرفض، ممكن الارقام تزيد، ويبقى ده يعني ورقه ضغط شويه على الدوري السعودي، ان احنا عايزين نجيب حد بقيمه محمد صلاح، يعني هيدي بالذات ان هو ليه شعبيه كبيره جدا. انت عارف الشعب المصري شعب محب جدا للكوره وبيداعم جدا لمحمد صلاح ووراه في كل مكان. انت بتشوف الانديه المصريه لما بتلعب في السعوديه بتلاقي كم الحضور الجماهيري وكم فانا شايف ان ده هيبقى يعني هم لو دفعوا فيه المبلغ ده هم عارفين المبلغ ده هيتعوض بشكل كبير جدا جدا. الناس اللي داعمه لمحمد صلاح في كل مكان هتشارك وهتبقى متواجده وهتحضر وهتدعم. فاكيد اللي محمد صلاح بيفكر فيه انا متاكد ان هو بيفكر صح. بدري جدا ان محمد صلاح يجي على الدوري السعودي في فتره زي دي. ممكن واحد زي بنزيما مثلا، اوكي تمام، ممكن عامل السن ان هو خلاص بدا يحس انه الفتره اللي جايه في ريال مدريد مش فترته يعني، لكن الفتره اللي جايه بالنسبه لمحمد صلاح في ليفربول هي فتره محمد صلاح. محمد صلاح مستمر بيتمرن بشكل كويس، بيطور بشكل كبير جدا، باصص لنقطه معينه عايز يوصل لها. يمكن بنزيما كانت امنيه حياته ان هو يبقى يعني ياخد البالندور وحصل عليها، وده كان من زي ميسي برضو لما كان امنيه حياته ياخد كاس العالم، وخد كاس العالم وخد كوبا امريكا، وبدا ان هو عادي ان انا لو رحت بقى اي مكان تاني ما عنديش مشكله، انا عندي تارجت معين وصلت له وما فيش مشكله بعد كده. لكن محمد صلاح لسه عنده كتير، وعنده يعني خطوات كبيره جدا ان شاء الله يوصل لها باذن الله الفتره اللي جايه.